Pandore des enfants. Le Pandore des enfants. شكون الطرف اللي يساعدها كان السيد رئيس الحكومه يقدم الاستقاله نتاعو؟ يعني على خاطر باش يعمل كيما يعمل باش ليه ولا كده يا انا نحب نقول حاجه للحكومه معناتها اللي هي النهضه نجم تقول هي مع الارهاب معناتها هي كي شد رئيس اخر ولا حاجه سيب الارهاب معناتها باش طريق يقولوا النهضه هي ساعدها باش السيد يقدم استقاله عبقري بكل المقاييس والله العظيم اني نحب معناتها لجد لباجي لولد باجي معناتها نحب ما حدا حد باش يشد معناتها تابع الباجي نحب نشد واحد اخر باش نشوف شنو يصير في البلاد معناتها اي حد المهم مش تابع الباجي انت بالذاكر من ورانا ولا الوضع ما ساعدهاش اللي نداء تشد الحكم كاو تسيب الارهاب باش الشعب ما يحبهم ومش ناجح قلبك عامر بالايمان لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل مو خاطر بن علي ما هو يبعث الارهاب ولا وما هو كيجي هو يشد الكرسي ما هو كيكا يوليو العباد يحبوه وما هو يرجع البلاد كيف ما كانت فهمت وما هو ونحيو الارهاب وتولي البلاد هادي الله 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 اتربني هلا اشقيني قسم وسمعني مهم برشا احزاب سياسيه اخرى تحب السيد يتنحى والله البلاد اللي تدخل بعضها خاطر معناش رئيس معناش رئيس يحكم فيها لا واثقه من نفسيها زما برشا ارهابين ما فهمتهمش علاش ديما يقتلوا في الناس هاي كيف شي ناحيه السيد في مصلحه الارهابيين نعم يا اختي مجلس النواب هما عليها اعترضوا كان بعد عملوا كل انتخابات طلعوا مش موافقين عليه والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال راه ذا السير انا الناس كنت حد ما يحبه حتى حد الكل حتى حد ما يحبه خاطر مش قاعد يهدي في وظيفته الحقانيه لا هو قاعد يخدم معنا مش قاعد يخدم في من قلبه انا قاعد يخدم في خدمه في الواجب انا كده هكا يحب يعمل لنا حرب اخرى مش تفسر انت بتقول لي ايه بربي رجعونا بن علي وما يجعلكش لو بن علي كي تطلع للسماء وتهبط انت سيئة ما فانتر اجعلكم كان في صندوق Le répondeur des enfants. Répondeur des enfants.